السلام عليكم. اليوم رانا ما بين غرداء، ما بين غردايه والاغواط، وهنا نلاحظ واحده من المحطات الكثيره اللي مشيت وشفتها على الطريق. إذن نديروا فيديونا عن نموذجي عن واحده من المحطات هذه، وهذه محطات شمسيه. نلاحظ هذه المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء، محطات مصغرة لتوليد الكهرباء باستعمال الخلايا فوتوفولتايك تاع الشمس، ولتوليد الكهرباء لتمويل ان رولي. هنا كاين رولي تاع خطوط الانترنت ويعني الاتصالات اللي نشوفوا كثير من الزونتين هذوك المقعرة. إذن البيلون هذاك تاع التوليد تاع الرولي، وهناك المحطة على مستوى الأرض في الأرض فيه المحطة لتوليد الكهرباء لتشغيل هذا الرولي هذا. إذن فيه محطات كثيرة لاحظتها على طول طريق السيار شمال جنوب. إذن هذه المحطات اللي توليد الكهرباء باستعمال الخلايا الشمسية، ومش غير في الرولي، كاين كثير من المحطات في المجمعات السكنية الصغيرة، وكذلك للإنارة استعمال الإنارة يعني في بعض المناطق يعني يتم حاليا يعني كيفاش نقولوا تعميم استعمال الطاقة الشمسية يعني على مستوى محلي ماشي على مستوى وطني، لأنه في بعض الأماكن كي تكون الوصول إليها صعيب باش توصل لها الكهرباء. فالحل الأمثل هو هذه الخلايا اللي سكون أبل سيلول فوتوفولتايك، هذه الخلايا تعطي فرصة لإنتاج كهرباء استعمال على نطاق محلي. إذن شيء جميل، والهدف يعني كيفاش نقولوا السوي تاعي او ان تكون طريق السيار هذا تاع شمال جنوب يكون يعني فيه اناره على طول الطريق باستعمال هذه الخلايا الشمسيه، تقدر تضوي كل طريق السيار اذا شمال جنوب. الان انا وصلت في محطه للراحه، محطه يقفوا فيها خاصه الشاحنات. شوفها استريح قليلا. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.